اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، وهنبدا في هذا الحوار نناقش الكثير من امور كره القدم. طبعا هنبدا بالحديث عن النادي الاهلي ومواجهاته محليا وافريقيا ومستوى الفريق بشكل عام، والمباراه طبعا اللي الكل اتكلم عنها بما شبه من اخطاء تحكيميه او بما اثر على النتيجه فيها وعلى فرص النادي الاهلي في ان تكون النتيجه بتعكس ما قدمه من جهد، نتيجه طبعا لاخطاء الحكم الفادحه باجماع الاراء. وهنتكلم عن منتخباتنا الوطنيه ومنظومه كره القدم في النادي الاهلي وفي مصر بشكل عام واليات تطويرها. معانا ومع حضراتكم النهارده في الاهلي الليله الناقد الرياضي الكبير الاستاذ صلاح دندش. مساء الخير واهلا بحضرتك استاذ. مساء النور استاذ محمد، وسعيد بوجودي معاك وعلى قناه النادي الاهلي، واتمنى يا رب نكون ضيوف خفاف على اكيد ان شاء الله، وسعداء بحضرتك وجودك معانا. هنبدا من شكوى النادي الاهلي. النادي الاهلي حدد اربع مطالب، واكيد حضرتك متابع ده زينا واكتر. حضرتك شايف ازاي شكوى النادي الاهلي ورد فعله عقب ما حدث في مباراه الاهلي والنجم؟ كالعاده الاهلي كبير، يعني الاهلي مش هيختلف باختلاف الاشخاص. الاهلي كبير، عمل ايه؟ لو حضرتك قريت لما نقرا الاربع طلبات، هما طلبات ما فيش حاجة فيهم بتقول لهم احنا اتظلمنا واحنا حصل واحنا عايزين نتيجة المباراة ونحقق ونعمل، لا، بيعمل اجراءات احترازية، بيأكد حقه، بيطالب بالعدالة اللي جاية، بيطالب بتنقية ملفات حكام الافريقية القارة السمراء، اللي للحقيقة طبعا يعني بيعبث فيه الفساد زي ما عايز، وكل حاجة متاحة في التحكيم الأفريقي من زمن طويل قوي. فالمسألة خلي بال حضرتك مش هتتحل بسهولة، رغم من المحاولات اللي بيعملها الاتحاد الأفريقي دلوقتي وفاطمة سمورة وأحمد أحمد، ومحاولات إلغاء تجديد أو يعني تعيين لجنة حكام جديدة، لكن كل ده الاهلي عملوا في اربع طلبات صغيرين جدا. قبل ما نعيد الحديث او ناكد على طلبات النادي الاهلي، بس عايز حضرتك توضح ده اكتر للساده المشاهدين، انه في ازمه، هل بالتاكيد هناك ازمه حاليا بين او خلاف بين رئيس الاتحاد الافريقي وبين رئيس لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي؟ تمام. وهل هناك محاولات من بعض القيادات في الاتحاد الافريقي لاعاده تشكيل او لوضع تشكيل او تصور جديد للجنه الحكام؟ بص حضرتك، تحت مسمى الفساد سهل جدا بقى نخلق قصص انه فلان بيحارب الفساد في الاتحاد الافريقي فبيعايز يشيل رئيس لجنه الحكام، او انه احمد بيدافع عن الفساد فعايز متمسك تحت كلمه الفساد دي، كل حاجه بتخش. الامر ببساطه شديده يعني انه رئيس لجنه الحكام غير مرغوب فيه من بعض القيادات الكبرى في الاتحاد الافريقي، منهم بقى احمد منهم كذا ومنهم كذا، وتم من اربع اسابيع ومن خمس اسابيع اجراءات لترشيح بعض الشخصيات وترشيح لجنه حكام جديده و و و، وكل ده خد وقت طويل جدا، حتى يعني كل مره او كل يوم بيتاخر فيه بتحصل كارثه تحيز وفساد و و. خلاص هيحصل ايه؟ هتتغير لجنه الحكام الافريقيه. طب هتسفر عن شفافية وعدل تماما؟ لا. ليه؟ لأن القضية مش في اللجنة فقط. اللجنة لما تجيب حكم زي بتاع مباراة الأهلي والنجم الساحلي، مش مؤهلات حكم، يعني شكلا ستايل حكم أنا برشحه يدير مباراة قوية زي دي فيها حساسية، يعني ما شفتش حكم بكرش كده، ما شفتش حكم الستايل بتاعه مترهل، ما يعني لا، حد بعيد خالص. الحتة التانية، الناس بس تبص وتراجع تاني شكل الحكم وهو رايح بيحسب الفاول، وبعدين شكل الحكم وهو بيفكر يطلع الانذار ويطلعه، في كده ايه يعني، في اهتزاز. عايز اقول ان الحكام، في حكام كتير فاسدين في الاتحاد الافريقي ولسه هنشوف حكام اكبر. الاهلي او القصة لجنة الحكام مش هتسفر عن جديد، يعني ربما تقلل، لكن اللي هيجي مش هيقدر يسيطر على الحكام كلها الا بخلق جيل جديد من الحكام الافارقه، وهو بدليل ان احنا في السبعينات كنت هتلاقي حكمين ثلاثه افارقه المميزين، بقى في الثمانينات كذا، في التسعينات كذا، في الالفينات، وهتلاقي مثلا كل مره بيبرز او كل حقبه كده 10 سنين يبرز حكم او اتنين. عشان برضو شبهات الفساد، انا مش بتكلم بقى على النادي الاهلي فقط، لا، انا بتكلم على في انديه
لا ما عندها القدرة على القدرة المالية، وعندهم القدرة في التفاوض ومعرفة الحكم اللي بياخد من ما بياخدش، وعندهم القدرة بقى انه يحط حد في الاتحاد الافريقي يجيب له الحكم اللي هو عايزه، والحكم بياخد اللي عايزه وبيطلع يعني زي الفل مرضي تماما من الليلة وبيروح مبسوط يعني. بس هنا حضرتك بتقول ان دي مشكلات موجودة في الاتحاد الافريقي، ولكن النادي الاهلي لم يتطرق الى اي امر يخص اي نادي اخر. هو النادي الاهلي بيخاطب الاتحاد بيقول له ولا خاطب إيه مستوى التحكيم ده وليه الاخطاء بتتكرر. هو الاهلي ما جابش في الـ لم يتطرق لاي نادي او لاي منافس. هو الاهلي هو ده، عشان كده بقول الاهلي كبير، الاهلي مؤسسة، الاهلي مش كلمة مبادئ ومش كلمة مش كلمة يعني، لا الاهلي قال لي ده بينفذه بجد. فعمل ايه؟ حط اربع طلبات، الاربع طلبات كل منهما او كل منهم عليه تحتيه 50 خط، يعني بنطالب انه عدم تكرار تحكيم اولا الفار حكم، ثانيا ان الحكام نفس الاطقم ما تتكررش لنفس الفريق اكتر من مره في البطولة، ثالثا انه الكوادر الكبيره في التحكيم الافريقي يتم اختيارها للمباريات الفاصله تاخد فرصتها. يعني هو ده اللي بيتكلم عليه النادي الاهلي. لو اتحقق ده انت ضربت الفساد في الاتحاد الافريقي. ليه؟ لانه الحكم الكبير صاحب الخبره اكيد حكم عنده شفافيه وحكم نظيف. الحكم اللي ما يتكررش، لا في حكام بتيجي للفرقه واحده ثلاث مرات واربع مرات، اما يتزنقوا في مباراه تقيله يجي. وعايز اقول حاجه، الزمالك ما اتظلمش في ماتش مازيمبي، لكن انك تبقى نازل المباراه وعندك احساس ان الحكم لان مازيمبي شاطر قوي برضو في قصه التفاوض يعني. فعايز اقول انه ازمه التحكيم الافريقي ازمه كبيره جدا. والطلب الرابع كان ان اللجنه اللي بتختار اطقم التحكيم وتكلفها في الاتحاد الافريقي تراعي الموضوعيه والشفافيه الكامله في التكليفات والاختيارات. الاهلي عمل لك ايه؟ اداك اشاره وقعد عمل سبوت على وبعدين ايه؟ انت مخاطب مين؟ الاهلي خاطب مين؟ خاطب الاتحاد الافريقي، رئيس الاتحاد الافريقي مباشره. يعني بعت على طول على هناك. ما طلبناش بقى انه من خلال لجنه الحكام المصريه تلاقي خاطب اللجنه الخماسيه واللجنه الخماسيه تطالب لجنه الحكام الافريقيه، لا 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 لا، الكبير الراسين الكبيره بيطلب منك وبيقول لك خلي بالك في عندك هنا فساد في الحته دي، مش عايزين التحيز كذا، مش عايزين كذا. فعمل علامه، العلامه عطلناها منوره لفتره طويله وهتخوف ناس كتير. طيب هنتكلم بشكل عام عن المستوى الفني، حضرتك شايف مستوى الاهلي فنيا في المباراه دي ازاي؟ خاصه وان كتير من جماهير النادي الاهلي خرجت راضيه عن الاداء رغم الظروف اللي ادت لهذه النتيجه، والاهلي كان طموحه بهذا الفريق بهذا الجهاز الفني الفوز في كل مبارياته داخل وخارج ملعبه وعلى ملعب اي منافس مهما على شانه، النادي الاهلي اصبح مؤهل لده. حضرتك شايف ازاي رضا الجماهير اللي شايفه ان الاهلي قدم مستوى مقنع وبذل جهد كبير جدا خلال هذا اللقاء؟ خلينا الاول نقول ان المدير الفني للنادي الاهلي اللي تخوف منه معظم المصريين وخاصه بقى الاهلاويه انه مش هيكون على قدر اسم النادي الاهلي اول ما تم التعاقد معاه، وقالوا سي في ضعيف وكذا وكذا وكذا. هذا الرجل سيعيد ويتفوق على اكبر اثنين مدربين جم في تاريخ النادي الاهلي، هيدوكوتي ومانويل جوزيه. وانا بقول لحضرتك هذا الرجل معاه خلطه وعارف جاي، عارف او دارس النادي الاهلي كويس جدا، عارف ايه اللي ناقص السنه اللي فاتت الموسم اللي فاتت ايه الاهلي كان ناقصه ايه. عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا بس عايز ادي الراجل ده حقه تماما، لاني ربما كنت انا احد الناس اللي اول ما مسك انا قلت ان السي في ضعيف ولا يتناسب مع نادي الاهلي. بص على رمضان صبحي، بص على حسين الشحات، بص على محمد الشناوي، بص على احمد فتحي، بص على علي معلول، بص على عمرو السولية، بص على يعني بص على الفرقه كلها، هتكتشف انه كل واحد حاله لوحدها راح في سكه تانية وراح في منطقه تانية خالص. لو حد قال لي ان ده رمضان صبحي بتاع السنه اللي فاتت الموسم اللي فات، لا مش هو، واحد تاني خالص مختلف. الفضل ربنا سبحانه وتعالى، وهذا الرجل اللي عمل حاجة اكتشاف مناطق قوة جديدة وأقوى، يعني وصل كل حد فيهم لأعلى مستوى شحن. يعني الرجل ده معاه شاحن بيجي يشحن لعيب، بدل ما تبقى
يا دوبك بتنزل تأدي 60-70%. لا وبتخرج بالمهمة. وصل رمضان للقمة في البطولة الأفريقية، وخد بقى انه كان يعني بيأدي بمستوى بالزبط. غير مسبوق. وعدينا بقى ايه كل نجوم الفرقة كل نجوم الفرقة لا في فرق. طيب هذا الرجل على المستوى الفردي للعيبة. طيب على المستوى الجماعي، لا الأهلي بيلعب كورة مختلفة اختلاف كامل. الأهلي فيه جماعية بتتعمل لا جديدة، وفيها يعني فيها انا شارب طريقه اللعب وعارف ايه اللي بيجرى وعارف فلان. وليد سليمان يعني نسينا وليد سليمان، لا مختلف تماما الاهلي مع فايلر. طيب تعالى بقى نقول المباراه اللي فاتت والاهلي نازل مطرود منه واحد، الاهلي نازل المباراه وهو 10، راجل في الدقيقه 12 خلص المباراه بطرد ايمن اشرف. اي واحد كان هيبقى في الفرقه هي تستحق انذار، تستحق فاول، تستحق كذا، نختلف نتفق عليها، انما طرد لا ما ترقاش ابدا للطرد، وكل خبر التحكيم الافضل مني قالوا الكلام ده. طيب من اول دقيقه لحد يعني قلت مثلا الاهلي 70 دقيقه في المباراه، لا الاهلي 25 لعيب، النجم حاله ذعر وفي حاله خوف وحالة تراجع وحالة وحالة وحالة. شوف الأهلي ما كانش عنده الضراوة الهجومية قوي، لكن سيطرة كاملة على الملعب، 63% كانت نسبة الاستحواذ ب 10 لاعبين. شوف حاجات كتير قوي في الملعب مختلفة. لا شك إن الطرد أثر، والخطأ القاتل من السيرد باكين بالهدف استغلوا اللاعب الشيخاني خلص المباراة. هو ده النجم، راح كم مرة، ضيع كم كورة، عمل ايه استحواذ شكل. لا الاهلي عمل مباراة ترضي يعني كل عشاقه وارضت كتير جدا من المصريين غير اهلوية، انه انا شايف فرقة عنده الحماس، عنده الاداء، عنده اللياقة البدنية. ما حدش اتكلم على لياقة الاهلي البدنية الموسم ده، في حاجة حاصلة عشان كده بقول ايه. وبعدين انت بيصاب منك لعيب، وبعدين التاني، وبعدين التالت، وبعدين الرابع، وبعدين الخامس، وحمدي فتحي يعلى قوي يصاب كذا، ده يعني نعتبرها عين، نعتبرها اي حاجه، في اسباب يعني. لكن اللي بيعمله النادي الاهلي دلوقتي انا بقول انه بدايه حقبه حمراء لسيطره الاهلي على الكره المصريه، واعتقد انه ان شاء الله يا رب باذن الله يكون هو والزمالك يعني الموسم ده دوري الابطال الافريقيه مش هيطلع بره. طيب هرجع مع حضرتك شويه لقضيه التحكيم. ايه موقف الكابتن عصام عبد الفتاح؟ كابتن إيه؟ عصام عضو الاتحاد، لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي، وهو حكم مصري. هل ممكن يكون له دور؟ هل ممكن يكون له دور ايجابي او تاثير بشكل ما؟ لا ما تنتظرش. هل ممكن التواصل مع حكم مصري موجود في الكاف من اجل يعني لجنه الحكام في الكاف من اجل نقل صوت كل نادي في مقدمتهم الاهلي متضرر من تكرار الاخطاء؟ ام انه مستبعد يكون لحكم مصري موجود في لجنه الحكام في الكاف دور مؤثر بالايجاب او من اجل التطوير؟ لست متفائلا ب1%. ليه؟ انه ليه انا رايح بادي مهمه يعني شخصيه مش مهمه وطنيه للبلد. يعني انت عارف ممكن حضرتك تقول المهندس هاني ابو ريده قد يتدخل يتكلم ينور لمبه هنا كذا، لكن انا بقول لك الكابتن عصام عبد الفتاح لا. يعني بدليل احنا مش كان الكابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس اداره ورئيس لجنه حكام في مصر، كان موجود في مصر، كان اتحاد عربي او بطولات عربيه هو مشرف على ده، وكان في الاتحاد الافريقي، ما حصلش حاجه، مفيش حاجه، ومفيش خدمه للكره المصريه او للتحكيم المصري. مش هيحصل. انا ما صدقت دخلت مكان في بقى بالدولار وفي كذا وفي سفريات وفي كذا وفي كذا وفي كذا وانا مش موجود في الدايره الساحه المصريه الكرويه المصريه، فهخش في وجع دماغ ليه؟ انا اللي يهمني ان انا اظل موجود. يا طب يا ترى التشكيل الجديد
للجنة يعني الحكومة. حضرتك بتقول انه من وجهة نظرك انه هينشغل باموره العادية، رجل يعمل عمل مهمة محترفة في مؤسسة دولية او افريقية، وانه لن ينشغل باي محاولات للتعديل او اي خلاف مصري افريقي. الحفاظ على الكرسي اهم. الحفاظ على الكرسي اهم من ان انا اقعد على الكرسي واحافظ عليه وما اخشش في مشاكل وجع دماغ. يعني اخش اقول الاتحاد الافريقي في، هو الكابتن عصام ما يعرفش انه في ازمات للكره المصريه في الاتحاد الافريقي. طب ما يعرفش ان في حكم عمل كذا؟ طب حد سمع؟ طب يعني اي قناه في الدنيا؟ هل ممكن يكون متاح له هذه او متاحه له هذه المساحه من اجل اصلاح هذا الامر او ذاك، او التدخل في هذه المشكله او شيء، ولا ممكن ما يبقاش عنده صلاحيات للتدخل فيه؟ انا بس هو السؤال، هو شغال ايه؟ يعني ماسك منصب فين؟ في لجنه الحكام الافريقيه، التحكيم الافريقي، مش كده؟ والازمه في التحكيم اللي هو مختص بيها، هو بس هو طب انا عايز بس اي قناه في الدنيا او اي اعلامي في الدنيا يرفع سماعه يكلم الكابتن عصام، ايه رايك باللي في اللي بيحصل؟ بس مش اولا مش هتلاقي رد، ومش هيعلق، ومش هيخش يعمل مداخلات، ومش بص حضرتك احيانا القعده على الكرسي بتنسي الناس حاجات كتير جدا، وما يعني هو بيسافر كام سفريه والبدلات فيها قد ايه وقصص، وانا موجود في مكان ممكن ما كنتش موجود فيه، ويا عالم هو. انا السؤال بس اللي عايز اعرفه، بعد ما اتشال من اتحاد الكره المصري هل هو لسه موجود في اتحاد في المسابقات العربيه الكتير؟ ما اعرفش انا، ما يعني انقطعت اخباره تماما. هو انا بالنسبه لي كان سؤال عام، ما كانش سؤال شخصي قوي. لا انا بقول بس وجهه نظر حضرتك واضحه في الاتجاه ده، بس بشكل عام بعيدا عن شخصيه الكابتن او شخص الكابتن عصام عبد الفتاح، ليه ما عندناش كوادر مصريه مؤثره في منظومه الكاف او في الاتحاد الافريقي، في لجنه الحكام، في كل الادارات اللي هي مؤثره ممكن تطور وتحرك الامور للافضل؟ فين الكوادر المصريه؟ الجزائر كان عندها محمد روراوة، الكونغو كان عندها فلان، السودان عندها فلان، تونس عندها كان سليم علولو زمان ودلوقتي مش عارف مين وبكره مين، المغرب عندها ناجي اسمه ناجي اللي بتاع النهضه البركاني ده عضو في طارق البشمالي ده او البشمالي، يعني عايز اقول لك كل الدول دي. فوزي لقجع رئيس الاتحاد، الشخص اللي بيخش الاتحاد الافريقي يعمل جاهدا لدولته. وطبعا كلنا شفنا المهزله اللي حصلت في الماتش النهائي بتاع ابطال افريقيا السنه اللي فاتت، كلنا شفناه، وشفنا انسحابات، وشفنا كذا، وشفنا كذا، وشفنا رئيسين الاتحادين نازلين معاهم رئيس الاتحاد الافريقي جوه الملعب وكاننا في دوره مركز شباب، كلنا شفنا. وده بيتدخل، وفاطمه سموره بتتدخل للسنغال، وشفنا مباراه الزمالك مع جراسيون وايه اللي حصل واتعادت ازاي. يعني كل دوله احنا عندنا مين دخلناه الاتحاد الافريقي بعد غياب سنين، بعد مصطفى فهمي وبعد كذا، وكان زمان في بقى اسامي تانية كبيره. النهارده دخل عندك المهندس انا بريده، ماذا قدمت انك دخلت؟ هل انت اللي وراء؟ وانا اعتقد ان هو اللي وراء دخول كابتن عصام عبد الفتاح الاتحاد الافريقي. طيب هل الكابتن عصام من الشخصيات اللي ممكن تخش تعمل زي بتوع المغرب وتونس والسنغال والكونغو دول؟ ده بيحاربوا حرب شرسه جدا عشان فرقهم قوة، وشفنا بشكل واضح مباراه الزمالك واضحه قوي. طيب ايه اللي حصل؟ انت ايه اللي تقدم للبلد؟ انت كبلد بقى وقفت جنب المهندس هاني بريده، انت وقفت جنب احمد نجحته، انت يعني احد الاسباب الرئيسيه لاستبعاد عيسى حياته ومجيء احمد ونجاح طبعا مهندس هاني بريده. طب ايه اللي تم؟ ايه فين الكوادر؟ انا كنت عايز واحد في لجنه المسابقات، وعايز واحد في لجنه التحكيم، واحد في مش عارف في العلاقات العامه، واحد في كذا، واحد في كذا، واحد في كذا. فين ده؟ حتى الناس المصريين اللي كانت بتخش الاتحاد الافريقي ما كنا بنحس انهم ضدنا مش معانا، نادرا لما تحس انه واقف معاك موقف. يعني حضرتك بتقول ان من وجهه نظرك الكوادر المصريه اللي كان لها ادوار سابقه او حاليه في الاتحاد الافريقي لم تكن مؤثره او لم تلعب دور للدفاع عن الحقوق المصريه، حقوق الانديه المصريه في اي نزاع مع الاتحاد الافريقي. دي حقيقه، بيبعد ويختفي، في حين انت بتسمع اصوات من ايه؟ من سوسه تسمعها هنا في القاهره، دفاعا عن تونس ودفاعا عن المغرب
ودفاعا عن الجزائر، وكلنا شفنا محمد الوراوة عمل ايه. فاكر حضرتك ازمه مباراه مصر والجزائر حصل فيها ايه؟ لا يعني كل المواقف على فكره انت ما عندكش اللي يدافع عنك، اسم مصر بس اللي بيدافع. وعايز اقول حاجه وعلى فكره والله ما مجامله، انت الدوله المصريه هي اللي بتدافع عنك مش الاشخاص اللي انت بتدخله. يعني اسم مصر هو اللي بيدافع، يعني بيعمل جزء من التوازن، يمكن بيحمل نوع من الرهبه، انما الاشخاص ما انسى انا يا بوريدا يقدر يعمل حاجات كتير قوي في اتحاد افريقيا. ولا نطالب، عشان بس ما حدش يتخيل ان احنا بنقول انه نطالب، لا عايزين مخالفه للقانون ولا عايزين مجامله ولا عايزين، بس فقط الناس تحس انه في حمايه للفرق المصريه والكره المصريه. طيب هننتقل لملف اخر، هنتكلم بشكل عام عن مطالبه فايلر للاعبين بانهم خلاص احنا قفلنا صفحه المباراه اللي فاتت مع النجم ولازم نركز بسرعه جدا، عندنا مباراه ان شاء الله بعد بكره مع بني سويف في كاس مصر، وارتباطات الاهلي متتاليه ومتقاربه جدا. حضرتك شايف ان اللعيبه عندها الدرجه او الخبرات الكافيه والقدرات الاحترافيه الكافيه انها تقدر تعمل ده سريعا وتقفل الملف الافريقي، تبدا تركز مع الجهاز الفني، ولا بيظل اللاعب دايما عالقه في ذهنه المشكلات المرتبطه بفريقه في اي مباراه او في اي بطوله؟ أنا عندي قناعة تامة إنه قبل ما فايلر يقعد مع اللعيبة ويقول لهم ده، اللعيبة كانوا اتقفلت، كانوا قفلوا. عارف حضرتك هي فايلات، لعيب بيفتح فايل يشتغل فيه، أول ما الحكم يصفر ده فايل انتهى وأخش في الفايل اللي بعديه. يعني مباراة بني سويف، مع كامل احترامنا لبني سويف وفريقها، لكن هتلاقي الأهلي مشغول ولاعيبته مشغولة وفايلر مشغول بهذه المباراة. اللي بعض الكتير قوي يستهتر ويقول لك هلاعب فريق درجه تانية، هلاعب فريق كذا، لا هيعمل ده وهتتفرج على انه الاهلي عنده هدف من المباراه، مش الفوز فقط، هتلاقي برضو تجربه حد، هتلاقي كذا هتلاقي كذا، لانك بعديها على طول هتروح لفين؟ للهلال السوداني، هيجي لك هنا. الهلال السوداني في افريقيا دي بدايه اول ان شاء الله يا رب باذن الله اول ثلاث نقط. عشان تعمل ايه؟ لانك حاطط في دماغك الحفاظ على مشوارك في الكاس، وهو ده الأندية الكبيرة. اتنين، عندك الدوري لازم تبقى بتسعى انك توسع الفارق بقى والدنيا تبان انك اول الدوري مستريح. تلاتة، عندك افريقيا. افريقيا انت امامك المباراة اللي قادمة، انت مش محتاج تفرط في مباراة، عندك ثلاث مباريات هنا على ارضك، دول ان شاء الله يا رب باذن الله بتسع نقط. يبقى انت محتاج يعني ان شاء الله تاخد ال 15، لكن انت محتاج ثلاثة كمان يحطوك اول مجموعه مستريح. والاهلي ما فيش خوف عليه من انه يكون اول مجموعه في افريقيا. فايلر مقسمها، انا شايفه راجل هو عارف رايح فين، مقسم خطواته حلوه قوي وحاسبها، وحاسب هنا ايه ورايح فين. وبعدين تلاقيه بيعمل حتى الروتيشن بشكل انت ما تحسوش، يعني فجاه تلاقي وليد سليمان في الملعب، وفجاه رمضان صبحي ريحه وكذا وقام منزله 10 دقايق وبعدين قام جاي منزل. الراجل عارف بيعمل ايه، في حته نفسيه انا مش عارف هو واصلها ازاي مع اللعيبه كده، يعني برضو اللغه وكذا، وانه غريب على مصر، وانه يعني مش عارف الشخصيه المصريه، لكن هو عامل حته انا ما اعرفش بيبثها لهم ازاي، اكيد دي جوه الفرق يعني، هل عن طريق حد، هل في حد يعني بيديله النصايح دي، انما هو عارف يعمل يعني حته حماس دائم، تجديد الطموحات اول باول على طول. الاهلي ما يعني مباراه ما بتوقفوش. وبعدين انت عندك الدوري طويل وعندك افريقيا طويله وعندك كذا، فخلاص ملف بيتقفل فعلا ما بتفتحش. هل اصبحت عندنا الاعداد المطلوبه من النجوم او اللاعبين المؤثرين اللي تخلي النادي الاهلي قادر يؤدي بنفس المستوى في كل مبارياته محليا وافريقيا حتى لو غاب بعض النجوم للاصابه؟ طيب خط الوسط اشترك ديانج، اشترك قبل كده في مباراتين اعتقد، وما شفته في البطوله الافريقيه لا حد تقيل كوره، اما نزل مباراه النجم لا لعيب تقيل ما حسيناش خالص، بالعكس حسينا انه ايه خط وسط الاهلي اقوى. ازارو لا، ولي مروان محسن كذا كذا. انت عندك بس القصه باختصار انك في مركزين انت محتاج انه المساله
يعني لو صحت الاخبار اللي جايه بانه في تعاقد مع فلان او فلان الفتره اللي جايه او في الموسم الصيفي او الشتوي او كذا، لا الاهلي فرقه كامله، الصفقات اتعملت كمان بشكل ذكي جدا، عارف تحس انه ايه رقعه شطرنج وانا عارف بحط هنا مين وهنا مين، هنا الحصان هنا الطبيعة هنا كذا، مش جايبه خلاص، مش كمالة عدد. لا كم من نجوم عندهم خبرات، عندهم حماس، عندهم رغبة، دخلوا جوه مؤسسة النادي الأهلي فتعلموا على طول بما فيهم اللي لسه جاي. شوف حضرتك أنا لسه بقولك، شوف حسين الشحات السنة اللي فاتت وشوف حسين الشحات السنة دي، فرق كبير. فلا الأهلي عارف رايح فين ولعبته، وأصبح بعض الصفقات الجديدة عنده كتيبة اللاعبين اللي تقدر تحقق المطلوب كل مركز، وأنها تحافظ على نفس مستوى الأداء في مع الارتباط بثلاث بطولات. علي معلول أصيب صح؟ هتلاقي وراه مين؟ محمود وحيد، هتلاقي وراه أيمن أشرف، وهتلاقي أحمد فتحي يجيلك من اليمين عادي ما فيش مشكلة. يعني هتلاقي أكتر من حد، وحسين السيد، وحسين السيد هات بقى في اليمين هتلاقي محمد هاني، هتلاقي أحمد فتحي في الوسط، هتلاقي كذا، هنا هتلاقي كذا، مش هتحس انه بفرق بين لاعب واخر في اي مركز خالص. احمد الشيخ لسه ما شفناهوش، وفجاه هتلاقيه عامل زي وليد سليمان كده. يعني هي الفرقه دي. وان كنت اعتقد، هل حضرتك متفق مع الاراء اللي كانت شايفه ان دي المشكله الرئيسيه؟ كنا بنفتقد لان دكه البدلاء، ولان اللاعب اللي خارج الملعب يبقى على نفس مستوى اللاعب اللي بيبدا، ده اللي كنا مفتقدينه في الكام موسم اللي فات، كان بيصدي اللعيب على الدكه بره، فلما تيجي تحتاجه ما تلاقيش اللعيب، محتاج وقت طويل. لكن هذا لا يمنع، عندي راي شخصي انه الاهلي محتاج مركزين اساسيين، ايه وايه؟ راس حربة واضح وصريح، وايه يعني هجام. اتنين، محتاج حد في قلب الدفاع، لازم حد في قلب الدفاع كمان. حتى بعد التعاقد، احنا تعاقدنا مع متولي ومع ياسر، يعني ياسر ابراهيم ومحمود متولي مساكين كويسين، رجع رامي ربيعه من الاصابه، هو باجماع الاراء ايضا لاعب متميز جدا. عوده سعد سمير، المجموعه ايمن اشرف في المكان ده، هل لسه محتاجين المركزين مساك؟ المركزين دول اكثر الاماكن تعرضا لاصابات، لتغيير هبوط مستوى او تغيير مستوى. اعتقد استاذ صلاح حضرتك متفق مع الاراء اللي بتقول اننا ما كناش موفقين خالص، ان صفقتين جداد، اتنين مساكين سوبر فنيا، هم ياسر ابراهيم ومحمود متولي، يتصابوا في نفس المباراه في مباراه واحده في بدايه الموسم، في مباراه واحده، اصابات عايزه فتره طويله للعلاج. يعني كنا بس ده السنه اللي فاتت، خلي بال حضرتك السنه اللي فاتت، الموسم اللي فات تم دي كم اصابات لو فاكر كتير جدا طبعا. السنه دي يبقى انا اساسي عندي ان انا عامل حسابي ان انا لعيبتي ما بصوص لها. يعني اللعيبه دي كم اصابات بيبقى كتير، ربما لان انا نادي الاهلي، ربما في حاجات مش معروفه. طب يعني حتى لو رجع ان شاء الله خلاص بيجهزوا اللعيبه وبقوا موجودين في الملعب، يعني بقى موجود مع ربيعه وسعد سمير، لو رجعت القوى الضربه الدفاعيه بعوده ياسر ابراهيم ومحمود متولي، هنبقى لسه في حاجه الى هذا التعاقد؟ انا شايف انه خاصه بقى في راس الحربة لا اساسي. واعتقد ان كنت بتكلم عن خط الدفاع. لا خط الدفاع انا شايف ان احنا محتاجين برضه. وخلي بال حضرتك هتلاقي اللي موجودين اعلى مستوى بوجود، لو جه مثلا يعني انا افترض اي اسم سين من الناس، يعني وده لعيب مصري دولي وكذا وجابوا النادي الاهلي خلاص، انا مش متخيل سعد السمير هيبقى هادي قوي والدنيا، وياسر ابراهيم ورامي حضرتك عايز ده للمنافسه، ما هو لاعب وانا مش ضامن في ظل ان انا بلعب ثلاث بطولات، بلعب ثلاث بطولات وثلاث بطولات مختلفين وبحمل الزياده واوا والمسابقات طويله وزي ما احنا شايفين. لا طب وليه حضرتك مش عايز في اي فتره ومع اي ظروف قاسيه ممكن تواجه الفريق انه يبقى الاهلي عنده في الملعب في اي مركز لعيب مش سوبر؟ عايز كل اللاعبين يبقوا مميزين جدا في الملعب، وهو ده المطلوب لانه الاهلي يعني ده الاهلي. فعشان ده الاهلي، لا انا عندي ال11 قدامهم 22 بره على نفس المستوى. يعني حسين السيد ما شفناهوش. طيب النهارده علي معلول ادي اصابه، هيلعب محمود وحيد، وكان عندنا اصابه محمد محمود من بعد التعاقد محمد مباشرة، محمود احنا شفناهوش، وياسر ابراهيم محمود متولي بعد كده. بقول لحضرتك لا، يبقى انا الصح ان انا دايما حاطط ايه بقى لعيب واثنين وثلاثه في اماكن لا عايزه زحمه. هتقول لي ده اهدار، واصل انا بجيبهم وبركنهم، اكتشفنا انه كلهم لهم حاجه ولهم الوقت. يعني حتى لو جينا في وقت ده
لعب مباراتين ثلاثة، خلي بالك في المباراتين الثلاثة دول ممكن يكون ما عنديش ولا لعيب. الأهلي جه السنة اللي فاتت عليه أعتقد وقت ما كانش عنده حد في القلب الدفاع ده خالص، وفي وسط الملعب موضوع صعب. يعني انه ايه فجأة انا عندي بطولتين شغال فيهم متوازين والاقي نفسي وفي لعيبة مش مقيدة افريقيا، فلا يعني المسألة محتاجة. يعني محمود وحيد انت هتبدأ تشوفه، او حسين السيد هتبدأ تشوفه، وبقى فترة ايه استفاد من الفترة اللي فاتت وهي دي بقى فايلر. يعني انا مشاركاته في عدد من المباريات حتى بدأ يكتسب ثقة، الجمهور اطمن لمستواه، حاجات كتير. محمود وحيد دخل منتخب مصر وهو مش موجود اساسي في النادي الاهلي. صحيح. يبقى هنا لا ده انا يعني المسألة مختلفة خالص. وبعدين اذا كنت بتتكلم على صفقات انا شخصيا يعني شايف انه المركزين دول هم اللي محتاجين. الاهلي لا محتاج راس حرب اما لا محتاج حارس مرمى ولا يمين ولا شمال ولا كذا ولا الوسط، حتى الدنيا يعني ظبطت بالراجل مجدي قفشه لا وديانج اليو ديانج يعني تقل كده مع بقى قفشه مع حسام عاشور مع عمرو السوليه مع كذا. خلاص انت بتجيب احمد فتحي تنزله هنا يعني حمدي فتحي كمان لعيب مهم جدا، فتحي ومحمد محمود يعني لعيب مؤثر جدا في الملعب. فعشان كده بقول لحضرتك ايه لا انت عندك المركز الجناحات عندك يعني. طب راس الحربه يعني هل حضرتك بتتكلم عن مهاجم او فرود صريح مصري ولا غير مصري؟ لان بقينا بنتكلم انه معظم الفراوده اللي بنتعاقد معاها في الانديه الكبيره في مصر من خارج مصر، وما بقاش عندنا نوعيه اللاعب اللي بنشوفه زي نجوم كبار شفناهم في الملاعب المصريه، ايمن شوقي، محمد رمضان، ايمن منصور، يعني سواء من الاهلي او من خارج الاهلي، اللي هو ربع فرصه بتيجي جون. تمام. ما بقيناش بنشوف النوعيه دي من المهاجمين المصريين في مصر. لا. يعني بص حضرتك اللي موجود حاليا او اللي تقدر تقول انه يعني المستقبل بتاع صلاح محسن ومصطفى محمد واحمد ياسر ريان. لكن خلي بال حضرتك صعب قوي الاعتماد الكامل على الثلاثي اساسيين في نادي زي الاهلي او الزمالك. ليه؟ لا عايز تقعد تسنده تسنده فتره عشان يكتسب خبره. مصطفى محمد احنا شفناه في البطوله الافريقيه برضه الناس كلها مبسوطه من مستواه وتشكر فيه كويس. بشكل كبير. شفنا احمد ياسر ريان رائع اداء اكتر. شفنا صلاح محسن. مصطفى محمد مباراتين بعد البطوله الافريقيه خلاص ممكن لو انت خدت بالك منه قبل البطوله الافريقيه ازاي خده المنتخب. طيب صلاح محسن، احمد ياسر ريان، احمد ياسر ريان لاعبين الجونه مباراتين مغلوبين المباراتين، وانا احمد ياسر ريان ايه ده يعني عايز اقول انك لازم تسيبه. جمال عبد الحميد قعد في النادي الاهلي اربع او خمس سنين تقريبا او اربع سنين، وبعدين لما راح الزمالك كان بدا يوصل كمان، وكان في الاهلي هداف بس كان مع مين؟ كابتن خطيب ومحمد عباس وقصه ناس كتير. النهارده لما تيجي تجيب لعيب زي مصطفى محمد او زي صلاح محسن او بتاع هو مش بيلعب مع كامل احترامي يعني للجونه ولا الانبي ولا لا، في ضغوط وفي فرق شديد. شفت محمد مصطفى محمد كان لايس ازاي وسط دفاع انبي؟ عمل كوره عمل اتنين لكن مش هو بتاع البطوله. فعشان كده بقول لا الكلام اللي بيتقال دلوقتي عن بغداد بنجاح انه يجي الاهلي انا لا انا شفته في البطوله الافريقيه انا كنت شايف بلدوزر بيجري في الملعب ولا وعارف وبيخلق ده ما جابش جون بيخلق جون واتنين وثلاثه. انا بقول على نوعيه دي بس الكارثه والمصيبه ان الزمالك راح جاب اشرف بن شرقي لعيب كان داهيه وكلنا شفناه قدام الاهلي والزمالك ما اداش للزمالك حاجه لغايه دلوقتي. محمد أونجم انا كنت متابعه في الدوري المغربي ما اداش للزمالك حاجه لغايه دلوقتي. اللعيب في مين؟ حميد احداد كان هداف الدوري الافريقي وكان هداف في المغرب وجي مع الزمالك ما جابش غير جونين. حضرتك عايز تقول ايه يعني ان التغير في مستواهم الاختيار إيه؟ لا الاختيار بقى وليد ازارو جه الاهلي كسر الدنيا بقى له فتره صايم وبعيد عن المستوى وكذا وكذا. في ايه اللي حاصل؟ لعيب في مين؟ يبقى انا لما اجيب لعيب اجيب زي ما الاهلي جاب فيليكس زي ما جاب فلان زي ما جاب زي ما الاسماعيلي ساعات بيجيب لعيبه
فاكر مش نجوم وبيتحول لنجم مع اوتاكا وغيره. يعني اقصد الاختيار مش بالضروره النادي الاهلي يتعاقد مع لاعب نجم. ممكن يتعاقد مع لاعب النادي الاهلي شايفه فنيا هيأدي مع فايلر ومع المجموعه دي بالزبط. ويعمل فرق حتى لو كان قبل الاهلي مش نجم. لا لا بالظبط. وده الاهلي عمله كتير. زمالك جاب ايمانويل بس بغداد بنجاح مش الحاله دي. بغداد بنجاح يعني نجم من نجوم كاس الامم الاخيره. بقول لك انا شفته وشايف بقى حد. لا كمان لعيب داهيه في الملعب. يعني يستحق بقى لما يتقال خمسه وسبعه وسته ورقم عالي. حضرتك بتتمنى نادي الاهلي يتعاقد مع مهاجم سواء من مصر او من خارج مصر اقرب الى نوعيه اللاعب الدريبلر اللي بيمشي بالكوره اللي عنده مهارات وبيقدر يجيب اجوان اللي هو بيأدي دور المهاجم ولاعب الوسط المهاجم، ولا مش عايز اللاعب اللي بيمسك الكوره لان عندنا مجموعه كبيره جدا بتقدر تعمل ده دلوقتي، وعايز لاعب اللي هو بيلمس الكوره يدخلها جوه. عايز حسام حسن. عايز جمال عبد الحميد. عايز فليكس. عايز قناص. مش عايز لعيب بيلعب كوره على الارض. لا 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 محمد رمضان. انا عايز الساده المشاهدين يشوفوا اهداف محمد رمضان من على ال 18 بيجيب بدماغه من اي مكان في الملعب. بدماغه الكوره بتروح للجون على طول. ايمن شوقي جايب جون في حسين السيد. شوطه عاملها لب بدماغه من فوق حسين السيد. الماتش 2-1. فعايز اقول انه الهداف هداف وباين. عشان كده بنقول الامل في صلاح وفي مصطفى محمد وفي احمد ياسر ريان امل كبير جدا. لكن انا ما احرقهمش بدري بدري. دي له فرصه السنه دي. انا مصطفى محمد ابدا احكم عليه السنه الجايه. صلاح محسن لعب السنه اللي فاتت وجاب اربع خمس اهداف وبتاع. لا مش هحكم عليه السنه الجايه. ايه الفرق بين المنتخبين؟ منتخبنا الاولمبي كسر الدنيا. الناس مبسوطه من المنتخب. نتائجه اداؤه كان اعلى من التوقعات اللي سبقت البطوله. على النقيض منتخبنا الوطني بعد اخفاق نهائيات كاس الامم الافريقيه للكبار في مصر فنيا لم نوفق. نجحنا تنظيميا واداريا وتسويقيا. توقعنا ان في نقله جديده مع تكليف جهاز جديد بقياده كابتن حسام البدري. المؤشرات الاوليه سيئه جدا فنيا. والتعادل مع فرق بكل الحسابات اقل من منتخبنا بالحسابات والنتائج والارقام. المقارنه حضرتك شايفها ازاي؟ مفيش روح. ده انا بتكلم عن منتخب الاول. مفيش روح. مفيش حماس. مفيش وقت اتعمل فيه شغل. ما اتعملش شغل خالص. جهاز فني. اللعيبه عندهم حاله لا مبالاه. كان في مجاملات في الاختيارات كتير قوي. ما اختار 32 لعيب فالدنيا حصل الهيصة. عكس بقى المنتخب الاولمبي بقاله سنتين بيلعب مع بعضه. لعبوا مباريات كتير جدا. كابتن شوقي قعد يعني ذاكر الولاد دول كويس قبل ما يذاكر المنافسين. ربنا كرمه بجيل. خلي بال حضرتك ده بيبقى رزق. رزق للمدرب. كابتن حسن شحاته ربنا رزقه بجيل هو كمل لهم. كابتن جوهري ربنا كان رزقه بجيل هو كمل لهم وجاب منهم بقى هشام عبد الرسول، جاب طارق سليمان، جاب كذا جاب كذا. الكابتن حسام البدري الجيل اللي معاه لا ما يشيلش ما يشيلش للاسف الشديد. واما نلعب قدام كينيا وبوتسوانا وجزر القمر وتحصل ده، طب انت هتروح السنغال ونيجيريا والكاميرون والجزائر هتعمل ايه؟ العكس تماما منتخب الاولمبي. ربنا رزق الكابتن شوقي غريب بجيل مميز جدا. انا يعني لو في قرار جريء قوي معرفش منين المنتخب الاولمبي النواه للمنتخب الاول مع دعم محمد صلاح. احط احمد فتحي كخبره مش هيستمر كتير مع المنتخب لكن في الاخر احطه كخبره. احط محمد الشناوي الجون عشان لسه الاجوال يعني احط ثلاثه اربعه معاهم خمسه. حجازي تريزيجيه. احط سنتين بقى. اقعدوا بقى سنتين اعملوا بقى احتكاكات واعملوا كذا. لكن انا بصراحه شديده اللي الناس شافته. طيب هو الكابتن حسام هيعدل ايه في فتره التوقف اللي جايه في ثلاثه في شهر 3 وفي شهر 6 هيعدل ايه؟ ايه اللي ممكن يعدله؟ وبعدين مع احترام الكامل في لعيبه دخلت في برضه من التسايب عشان تعرف انه جيل. يعني اللي حصل من لعيبه مش من لعيبه بيراميدز من اداره بيراميدز عمرها ما حصلت في الكوره المصريه. اللي حصل ده ان انا لا اللعيبه هيجي لك مع الاجنده او انا جايبه من الدوري الروسي ده انا ده لعيب من هنا واقف. يعني عايز اقول ايه؟ كلها على بعضها متناقضات. الابيض والاسود. الناس مش متفائله ما عندهاش تفاؤل. مش هيحصل طفره
حتى لو جه كابتن محمد صلاح، محمد صلاح يعني برضو كان معاه جيل النهارده اللي موجودين، لا ما يشيلوش. وشوف حضرتك رمضان صبحي فرق المنتخب، مين الجيل اللي كان مع محمد صلاح؟ لا يعني اللي قبل كده، اللي قبل كده بس ما وفقوش. لا ما وفقوش. احنا يعني احنا المشكله في كاس الامم الاخيره لم نوفق، ادائنا في النهائيات في كاس العالم صعدنا ولم نوفق. وكانت دايما الاشكاليه ان في مجموعه كبيره جدا، يعني في نجوم مؤثرين جدا زي صلاح وتريزيجيه ومجموعه اخرى من اللاعبين وحجازي طبعا وغيرهم، وفي برضو نفس الجدليه اللي كانت مثاره وحضرتك تابعت ده، ان كان في لاعبين وقت الاسمين اجاري وكوبر كتير من الناس كانت بتقول في لاعبين بره المنتخب لازم يبقوا في المنتخب، في لاعبين في المنتخب لا يستحقوا تمثيل مصر تمام. دوليا تمام. ونفس الاشكاليه مثاره عن الاختيارات الحاليه. لا الاختيارات الحاليه كوبر كان عامل ايه؟ راجل كان عنده طريقه تتفق عليها تختلف عليها، وصلتك كاس عالم، طلعتك تاني افريقيا بعد غياب. طيب اجيري لما جه اتيحت له الفرصه كامله، الراجل لم يستغلها حتى في كاس افريقيا اللي على ملعبنا وعندك شحن معنوي ودعم، ما استغلتهاش. اللي موجود دلوقتي الكابتن حسام لا قدامه وقت ولا رفاهيه الوقت مش متوفره، ولا رفاهيه الاختيارات اللي ايه اللعيبه مكسره الدنيا ومدغدغه الدنيا وعندي طفرات موجوده. طب انا بقول لحضرتك حسام، الكابتن حسام البدري هيجي في شهر 3 هيعتمد اعتماد يعني بنسبه 50% على المنتخب الاولمبي. خلاص؟ وهنا بقى القصه الاصعب. عندك في شهر 6 تعارض، هتاخدهم في الدوره الاولمبيه ولا هتاخدهم بقى في المباريات بتاع منتخب مصر؟ هتروح فين؟ ولا اللعيبه دي تلعب بعقدين، عقد منتخب مصر كبير وصغير، يروح للكابتن شوقي يقول له حاجه وروح لكذا، وخلي بال حضرتك دول ما يستحملوش لسه، يعني ما يستحملش حد، يعني هتلاقي رمضان صبحي، هتلاقي اللي هم اتنين تلاته اللي ممكن، ما فيش غير رمضان هو اللي لعب فريق اول ومنتخب اول ولعب منتخب اولمبي. طب التانيين دول يستحملوا مش هيستحملوا؟ يعني حضرتك مع الراي اللي بيقول ان الناس اللي بتطالب او الاراء اللي بتطالب ان قوام منتخبنا الوطني الاول يبقى 70 80% من نجوم المنتخب الاولمبي اللي فاز بالبطوله ثابت، مع عدد قليل جدا من الاسماء من الفريق الاول، 3 4 5. بص يعني حضرتك هتلاقي مثلا محتاج محمد الشناوي اساسي، وخلي الاحتياطي بتاعه صبحي بقى عمر رضوان عمر صلاح اي حد في الدفاع، هتلاقي احمد حجازي اساسي هتاخده، هتروح للباك اليمين هتلاقي احمد فتحي، هتلاقي محمد هاني، هتلاقي كذا في الوسط جنب اكرم هتحتاج طارق حامد، قدام اساسي محمد صلاح وتريزيجيه، هتلاقي نفسك بتدعمهم باربعه خمس لعيبه لما يظهر لك. ما انا مع كامل احترام اللعيبه كوكا دخل المنتخب 95,000 مره، ما فيش ما يعني خلاص، ما هتروح تجيب مين تاني؟ يعني هم اللعيبه هي اما يطلع بقى محمد محمود وحمدي فتحي وكذا وكذا ويرجع ويبقى يعني كامل جاهزيته، يعني دخل ده مش منتخب اولمبي، حمدي فتحي مش منتخب اولمبي دخله، يعني هتبدا يظهر لعيب كويس. او انما مع يعني انا ما ينفعش ابقى بنص عين هنا ونص عين هنا، لا هتفقد في المنتخب الاولمبي في الدوره الاولمبيه، يعني هتبقى رايح في سكه تانية، الامال والطموحات هتعلى قوي والسقف هيعلى، ولا قدر الله يبقى في صدمه لانك ما اديتوش حقه. وخلي بال حضرتك الفيفا دي شهر 3 وشهر 6 هتدي المنتخب لمين؟ للمنتخب الاولمبي ولا المنتخب الاول؟ انا لغايه دلوقتي مش هيحصل توافق، لانه ده عنده دوره وده عنده كذا، يبقى هي الاساس ان انا اوحد القصه ويبقى باخد دور، خاصه ان المنتخب الاولمبي محتاج 18 لعيب فقط في طوكيو، فخلاص يبقى انا بحددهم له من دلوقتي وريحت واستريحت. في راي حضرتك احنا فين من المنافسه في دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو؟ مستوانا ايه مقارنة بخريطة المستويات في نفس المرحلة العمرية عالميا؟ والمرحلة العمرية دي اعتقد انها يعني خيط رفيع جدا بينها وبين المنتخبات الاولى في العالم كله، احنا بنتكلم على لعيبة سنها لحد 23 سنة، ففيهم كفاءات كتير قوي موجودة مع منتخبات مع الفيرست تيم في دول كتير جدا. هتبقى مشكلتك الاعداد بس، الاعداد بس، لكن الفرقة هايلة، عندهم حماس، عندهم كذا، عندهم كذا، اذا لم ما عاشوش الدور النجوم، ودي الكارثه انه يعيشوا دور النجوم. الفرقه دي فرقه ممكن تكون نوايا جيده جدا، وخاصه انه في زي ما حضرتك قلت البرازيل، لو لعبت البرازيل هيبقى مطعم بلعيب او اتنين،
والباقي كله متاح زيك زيه في نفس المرحله ونفس يعني هتلاقي نادرا ما تلاقي ايه اللعيبه الكبار قوي يعني. انت لعبت الافارقه الاصعب من الفرق الثانيه وممكن تبقى مجموعتك كمان ربنا يكرمك وتسهلها. نيجيريا راحت خدتها مستريحه وعملت نتائج عاليه. بس نيجيريا يعني بنتكلم عن نيجيريا وغانا تاريخهم في بطولات الناشئين والشباب في افريقيا. أيوه. بل بطولات العالم. ده انا بصحح. أيوه. نفسي كاس العالم يعني. أيوه. دايما مستواهم عالي جدا في المنافسه في المراحل العمريه. خدوا. ما بيعملوش ده مع الفريق الاول. جميل. بس انت ما كانش بيتوفر لك غير على طفرات 2001 فرقه الكابتن حسن شحاته اللي هي فيها عماد متعب واللي هو حسني عبد الرب وعمرو زكي. الجيل ده قدم مباراه ثلاث اجيال خلاص منهم الجيل ده. فانت عندك الجيل جاي لك اهو. استثمر الفرصه دي. انا لسه بقول لحضرتك الجيل رزق رزق بجد مدرب يعني ربنا سبحانه وتعالى. طب حضرتك بتطلب ايه من المسؤولين عن الكره في مصر؟ اعداد مباريات قويه. انا مش هلعب بقى على دوري وهلعب على مش عارف ايه والعب على ايه ولا احنا كلنا هاجمنا اللجنه الخمسيه انها وقفت ولا اتحاد الكوره انه وقف الدوري عشان خاطر المنتخب الاولمبي. كل الناس هاجمته. اكتشفنا انه لا جيب نتيجه. انا بقى مع الكابتن جوهري لما وقف الدوري ووقف كذا ووقف كذا انا مش بطالب توقيف دوري ولا انما يتخلص دوريك في شهر 5 وسيب بقى اللعيبه دي منها للكابتن شوقي يعيش معاهم يا اما ما نطلبش بقى المستحيل. لان انا خايف من شوقي غريب نفسه انه خلاص السقف احنا وصلنا بتاع. ودي لو وصلت للعيبه ان انا عملت اللي عليا خلاص وصلت الاولمبياد لا الموضوع مختلف. فهنا الحلم يبقى عالي قوي. فكره ان انا حاصل على ميداليه اولمبيه يا ده موضوع. وبعدين لازم يتحمسوا ولازم يبقى في اعداد كويس تعمل برنامج اعداد كويس يعني يعوض كتير يرجعهم للحاله اللي كانوا عليها. وهتبقى بقى المجموعه بانت معاك. انت معاك مين؟ انت لو معاك فرنسا يعني انا يعني بتخيل دلوقتي لو معاك فرنسا ايه يعني الاعجاز ان انا ما اكسبهاش؟ لا اكسبها ومستريح كمان. بس هي الفكره انا رايح ازاي؟ زي جيل كابتن حسن شحاته في الكبار. بالظبط. ما كانش في سقف للطموح. لا الناس بتقول ما تأهلناش لنهائيات كاس العالم بس لما واجهنا ايطاليا بطل العالم كسبنا منتخب ايطاليا ولعبنا ماتش من امتع المباريات في تاريخنا كله مع البرازيل وكنا ند في اغلب فترات المباراه والناس فاكره المباراه دي ومن المباريات اللي بيسعد بيها الجمهور المصري لما بيفتكرها. كابتن جوهري في قبل كاس العالم راح لعب اسكتلندا في اسكتلندا 3-1 جه لاعب البرازيل اللي بتاع انجلترا هنا اتغلبنا 4-0 قبل ال المباراة التانية كانت 2-1 عايز اقول لك لعب رومانيا كان فيها هاجي وفيها كذا وفيها كان نجوم اتغلب 4-0 هنا وفي ارضهم 3-0 لعب 35 مباراة كسبان فرق تقيلة قوي خلاص الخوف. المسألة انت كسرت القصة دي حاجز الخوف. بالظبط. للأسف وقتنا انتهى لكن ان شاء الله نكون موفقين في استثمار الفرصة او الجيل اللي حضرتك قلت انه فرصة جيدة جدا يجب استغلالها بالشكل الامثل. وبشكر حضرتك على وجودك معانا شرفتنا. شكرا جزيلا لك الناقد الرياضي الكبير الاستاذ صلاح دندش. شكرا. انا اللي سعيد بيك وتشرفت بوجودي مع حضرتك وفي القناة. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا شكرا لحضراتكم. نهاية هذه الحلقة من حلقات الاهلي الليلة. شكرا لحضراتكم على المتابعة والى اللقاء.